تضارب وانقسام بالمواقف محليا واقليميا ودوليا حيال العملية العسكرية التركية المرتقبة ضد قسد شمال سوريا. الجيش الوطني السوري يلقي القبض على قيادي بتنظيم الدولة في مدينة الباب بريف حلب الشرقي. وقتلى وجرحى باشتباكات بين الأهالي وميليشيا محلية تابعة للمخابرات الجوية في مدينة السويداء. نشرة أخبار المنتصف من قناة حلب اليوم، أهلا بكم. تضارب وانقسام في التصريحات المحلية والإقليمية والدولية بشأن العملية العسكرية التركية المرتقبة في شمال سوريا، والتي اجتمع لإقرارها مجلس الأمن القومي التركي، معركة اعتبرتها أنقرة ضرورية ضد قسد. التقرير والتفاصيل. تضارب بالمواقف الدولية في الأيام الأخيرة بعد تلويح تركيا بعملية عسكرية شمال شرقي سوريا اعتبرتها أنقرة ضرورية ضد قسد. التصريحات الروسية قد تكون ضوءا أخضرا بعد أن أكد وزير الخارجية سيرجي لافروف أن تركيا لا يمكنها أن تقف جانبا حيال ما يجري من تطورات في سوريا، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنها موجودة في سوريا بناء على طلب من وصفتها بالحكومة الشرعية. أما إيران فقد رفضت عبر وزير خارجيتها سعيد خطيب زادة أي نوع من الإجراءات العسكرية التركية في سوريا باعتبار أن ذلك يشكل انتهاكا لوحدة أراضيها وسيادتها الوطنية وفق تعبيره. السياسي والنائب السابق في مجلس الأمة الكويتي ناصر لدويل اعتبر في تغريدة له أنه رغم التحفظ التركي في المعلومات والتوقيتات إلى أن الأمور يبدو أنها قد حسمت بتفاهم دولي. الدويل قال إن أمريكا باعت الوهم لقسد واشترت مصالحها مع تركيا، داعيا قسد إلى تسليم أسلحتها بسلام. محليا المجلس الوطني الكردي أحد مكونات الائتلاف الوطني السوري عبر عن عدم ثقته بالجانب الأمريكي كضامن لحقوق الأكراد، رافضا أي عملية عسكرية تركية في سوريا، معتبرا أن المفاوضات والحوار هم أنسب الحلول وفق موقع راودو. كل ذلك يأتي في وقت اتخذ فيه نظام الأسد موقفا واضحا ضد العملية التركية، وبغض النظر عن التصريحات الرسمية فقد أخرج مظاهرات في كل من ساحة سعد الله الجابري وسط مدينة حلب ومدينة تل رفعت بريف المحافظة الشمالي لرفض وجود القوات التركية في الشمال السوري، بينما أعلن مجلس الشيوخ ووجهاء العشائر والقبائل العربية في الحسكة إدانته ما وصفها بالتهديدات العسكرية التركية بحسب صحيفة الوطن الموالية. تصريحات ومواقف عدة محلية ودولية تزامن مع تراجع حدة التصريحات التركية حيال المعركة، وذلك بعد أن أكد مجلس الأمن القومي التركي ضرورة شن العملية العسكرية لحماية أمن البلاد القومي وإنشاء منطقة آمنة بعمق 30 كيلومترا على الحدود الجنوبية. وحول الموضوع ينضم إلينا الكاتب الصحفي المختص بالشأن التركي السيد محمود عثمان، أهلا بك. ما تحليلك لمواقف الدول الفاعلة في الملف وخاصة روسيا التي اعتبر البعض تصريحاتها بمثابة ضوء أخضر؟ أطيب تحية لكم ولمتابعيكم الأكارم. أعتقد أن الموقف الروسي هو موقف الغرض منه خلط الأوراق كما قام الرئيس السابق ترامب بإعلانه عن سحب قوات بلاده من سوريا، لكن ذلك كان عبارة عن إعادة تنظيم لهذه القوات. وأعتقد أن الروس فعلا هم بحاجة إلى التركيز على الجبهة الأوكرانية من جانب، وأيضا هم يريدون خلط أوراق الطرف المقابل وإعطاء مكاسب مجانية لتركيا. هم يعلمون حساسية هذا الموضوع بالنسبة لتركيا وبالنسبة للطرف الأمريكي أيضا. الحاجة إلى منطقة آمنة أو مفهوم المنطقة الآمنة هي حاجة تركية منذ بداية الأزمة السورية عام 2011، والرئيس الأمريكي الحالي
كان عندما كان نائبا للرئيس أوباما وصل إلى اتفاق مع أنقرة حول المنطقة الآمنة، لكن واشنطن لم توفي بوعودها آنذاك. ثم لما جاءت العمليات التركية الثلاث، درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام، من الواضح أنها لم تؤدي الغرض بشكل كامل أو ما أرادته أنقرة من تأمين حدودها بشكل كامل والحصول على أمنها الاستراتيجي والذي تعتبره بعمق 30 كيلومتر. الآن يعني الرياح المحلية والأقليمية والدولية أعتقد أنها تهب بما تشتهيه سفن أنقرة مواتية لمثل هذه العملية سياسيا، وأيضا هي مواتية أيضا عسكريا، إذ مفتور الجيش التركي التعامل مع مثل هذه العمليات. المواقف الدولية التي تفضل بها تقريركم شيء واضح، يعني هناك ثمت فراغ أحدثه الانسحاب الروسي ولو كان جزئيا. إيران تريد ملء هذا الفراغ بشكل كامل، لكن إيران عاجزة عن ملئه جنوبا وشمالا، وهذا واضح. لذلك هي بالتأكيد ومن الطبيعي أن ترفض العملية العسكرية التركية، لأنها تريد هي أن تملأ هذا الفراغ. طيب الروسي سيد محمود، مع اكتمال معظم التجهيزات التركية للمعركة، برأيك هل تركيا تولي أي اعتبار لتصريحات النظام أو إيران أو المجلس الوطني الكردي؟ بالتأكيد أنقرة لا تلتفت لهذه التصريحات بتاتا، لكن أنقرة تريد أن تصل إلى أهدافها دون عمل عسكري عنيف، دون اشتباك. الاشتباكات دائما يكون فيها خسائر بشرية، وتركيا دخلت في أجواء الانتخابات الرئاسية المقبلة والبرلمانية أيضا، وبالتالي الوضع حساس حتى بالنسبة لأنقرة. لكن عندما يكون المسألة مسألة أمن استراتيجي، أمن قومي بالنسبة لتركيا، يكون هناك مجال وهامش واسع لأن تدخل الحكومة في مثل هذا المخاطرة إنجاز التعبير. وبالتالي أنقرة لا تلتفت إلى التصريحات، لكنها معنية بالدرجة الأولى بالوصول إلى أهدافها بطرق سلمية وبدون عمل عسكري خشن. لكن إذا كان الطرق الدبلوماسية والطرق السلمية والدبلوماسية لم تحقق الغرض أو الأهداف المرجوة، عندها لابد من عمل عسكري عنيف، وتعرف الحرب بأنها الوجه العنيف للسياسة. ومنطقتنا والعالم الآن مليء بالجبهات المشتعلة لتحقيق هذه الأهداف. شكرا السيد محمود عثمان الكاتب الصحفي المختص بالشأن التركي، شكرا لك. خرج العشرات من أهالي جرابلس والمهجرين إليها بمظاهرة طالبوا من خلالها بضرورة إطلاق عملية عسكرية تهدف لتحرير مدنهم وقراهم من قسد شرقي الفرات، بالإضافة لتل رفعت والقرى المحيطة بها. خرجت مظاهرة اليوم في مدينة جرابلس في ساحة الشهداء عقب صلاة الجمعة، طالب الأهالي في هذه المظاهرة بضرورة تحرير مناطقهم وقراهم شرقي الفرات، منبج الشيوخ والقبة وصرين والعشرات من القرى التي تسيطر عليها قسد وقامت بإخراج ساكنيها منذ سنوات عديدة. وبحسب الأهالي أنهم قسد تقوم بتغيير ديموغرافية الأرض في المناطق وتقطيع الأشجار وتهدم البيوت في شرقي الفرات. مطالبات هنا الآن من الأهالي ببدء بإطلاق عملية عسكرية ضد قسد لتحرير المناطق شرقي الفرات، أيضا عين العرب وتل رفعت ومنغ، والعشرات من المدن والقرى تندرج تحت مطالب الأهالي هنا بضرورة تحريرها من قسد. السوري عم بيدرس وحرية.
أعلن الجهاز الأمني التابع للفيلق الثالث في الجيش الوطني السوري إلقاؤه القبض على قيادي في تنظيم الدولة شرقي مدينة حلب. وقال الفيلق الثالث في بيان إن الجهاز الأمني التابع له ألقى القبض على القيادي بالتنظيم في مدينة الباب دون ذكر أي معلومات عنه أو حيثيات العملية. ونقل موقع نداء بوست عن مسؤول المكتب الإعلامي في الفيلق سراج الدين عمر أن العملية الأمنية جاءت بعد التحري والمتابعة استهدفت مكان إقامة القيادي، مشيرا إلى أن القيادي المعتقل مسؤول عن تجنيد عناصر لخلايا التنظيم في مدينتي الباب وعزاز. كشف فريق منسق استجابة سوريا في تقرير له عن مؤشر حد الجوع والفقر والكلف الاقتصادية للعائلات في شمال غرب سوريا. وذكر الفريق أن الكلفة المعيشية للأسرة مكونة من 4 أفراد ضمن الحدود الدنيا دون الاعتماد على المساعدات الإنسانية هي 3165 ليرة تركية، فيما تبلغ كلفة الدخل الوارد للعائلة الواحدة مع احتساب العطل هي 2340 ليرة تركية. وخلص الفريق إلى أن نسبة العائلات الواقعة تحت خط الفقر 84%، بينما تبلغ نسبة العائلات الواقعة تحت حد الجوع 36% من إجمالي العائلات الواقعة تحت خط الفقر، كما يصنف كافة القاطنين ضمن المخيمات تحت خط الفقر بشكل كامل، و18% من نازحي المخيمات ضمن حدود الجوع. افتتح فريق ملهم التطوعي مدرسة تضم 22 صفا وتتسع لما يقارب 1000 طالب نازح ومهجر في مدينة عزاز بريف حلب. كما ستضم المدرسة مكتبة وساحة ألعاب فيها ملعبي كرة قدم وكرة سلة. افتتح فريق ملهم التطوعي مدرسة فهد الراعي في تجمع أوتاد السكني الذي يضم 750 عائلة مهجرة بحضور أكاديميين سوريين وأساتذة جامعيين ومسؤولين في المؤسسات الرسمية بمدينة عزاز. نفتخر اليوم أن ضمن مشاريعنا السكنية قدرنا نأسس ونبني مدرسة فهد الراعي التي تسع لأكثر من 1200 طالب على فوجين، تحتوي على 22 صف مدرسي بإضافة لمختبر ومكتبة، وبنيت على مساحة يعني جيدة نوعا ما، كمان بتضم بالساحة ملعب كرة قدم وملعب كرة سلة. هاي المدرسة تم جمع تبرعات إلى من حوالي سنة وباشرنا ببناءها بالتعاون مع جمعية أوتاد الخيرية. قدر الفريق الهندسة لفريق منهم التطوع أنه يخلصها بفترة يعني بوقت قياسي، ونأمل من رب العالمين أنه نحن نقدر نساعد الأطفال أن يتلقوا التعليم الصحيح، والله قدرنا يا رب. المدرسة تضم 20 شعبة صفية وتصل طاقتها الاستيعابية إلى 700 طالب وطالبة في كل فوج ضمن مرحلة التعليم الأساسي. وتعد مدرسة فهد الراعي من المدارس النموذجية في بنائها وتجهيزاتها، وتحوي مخابر للمعلوماتية والعلوم والفيزياء وغرف أنشطة ومكتبة مدرسية، كما تؤمن المدرسة قرابة 50 فرصة عمل جديدة ضمن قطاع التعليم. نحن حاليا موجودين بمدرسة أوتاد اللي هي أحد المشاريع اللي قام فيها فريق ملهم لحتى تغطي احتياج الأطفال الموجودين في هاي المنطقة، لأنه المدارس القريبة الموجودة هي بالنسبة لهم بعيدة حاليا، يعني هنا مثلا في مدينة عزاز بعيدين تقريبا 2 كيلومتر. فنحن إن شاء الله الحمد لله قدرنا ننشأ هاي المدرسة تكون قريبة جدا من الأطفال، خاصة إن هم أطفال صغار ومدرسة هي إن شاء الله ابتدائية، وإن شاء الله نكون على قدر المسؤولية. اليوم يعمل فريق ملهم التطوعي على تجهيز مدرستين جديدتين في القرى التي أنشئت بمحيط عزاز، وأيضا تضمين المرافق التعليمية في المشاريع السكنية الجديدة والمقدرة من قبل فريق ملهم بألفي شقة سكنية لإيواء المهجرين في المدينة. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. الأول من نوعه في الشمال السوري، معمل لإنتاج المسامير والأسلاك الشائكة والشبكات الحديدية في جرابلس شرقي حلب. صعبان القرب علي بشتغل عليلي
مرحبا بكم من جديد في نشرة أخبار المنتصف من قناة حلب اليوم. قتل 3 أشخاص وأصيب 4 آخرون كحصيلة أولية للاشتباكات التي وقعت بين الأهالي وميليشيا محلية تابعة للمخابرات الجوية في حي المقوس شرق مدينة السويداء. وذكرت شبكة السويداء 24 المحلية أن عمليات خطف متبادلة جرت بين الجهتين، مشيرة إلى أن الاشتباكات جاءت بسبب قيام مجموعة محلية تتبع لمخابرات النظام باقتحام مسبح في حي المقوس وقتلها 2 واختطاف 2 بذريعة أنهم مطلوبين للأجهزة الأمنية، الأمر الذي دفع أقارب القتيلين والمفقودين لقطع الطرقات والاشتباك مع مجموعة المحلية ما أدى لمقتل شاب ثالث وإصابة 2. وحول الموضوع ينضم إلينا السيد حافظ قرقوط الكاتب الصحفي، ينضم إلينا من السويد، أهلا بك. ما هي التفاصيل المتوفرة لديك عما حصل في السويداء؟ يعني تحية لكم ولمشاهديكم والرحمة على من فقد حياته بهاي الأحداث المؤلمة في السويداء. مختصر الحديث، هي أجهزة النظام تعمل على إدارة فتنة حاليا قد تذهب لفتنة طائفية بهذا الشكل، تعمل على إيجاد فتنة بين عشائر البدو الموجودة في المحافظة وبين الأهالي. عشائر البدو هم من أبناء المحافظة أصلا، وهم لهم بيوت وهم من سكان المحافظة، لكن الآن بعد أن عجزت عن إيجاد فتنة كبرى بين محافظة الدرعة والسويداء، يبدو بأنها تلعب داخليا على بشكل حساس والوضع خطير جدا، ونأمل بأن يستطيع الأهالي السيطرة على هذا الموقف. هي عصابة كما ذكر تقريركم تتبع للأمن العسكري، لم ينجو من بطشها لا أبناء السويداء من الطائفة الدرزية ولا من بقية الطوائف. هي عصابة لقطع الطرق تتبع لأوامر، نهاية هذه الأوامر تتبع أيضا لشبكة مخدرات يديرها حزب الله في الجنوب. أعتقد ضمنا بأنها هي رسائل للأردن بعد توجيهات الأردن الأخيرة كون محافظة السويداء على الحدود، بأنه نحن قادرين نخرب الأمور من جوا، وإذا خربت الأمور من جوا بمحافظة مثل السويداء اللي هي على أطراف البادي أماكن تهريب المخدرات باتجاه الأردن والمناطق العربية، هاي الرسائل أيضا لها طابع سياسي، إنه يعني يا أما نحن بتنسقوا معنا كأردنيين لنحفظ الأمن بالجنوب، يا أما منخرب الأمن وبتبقى الساحة مفتوحة لكل الاحتمالات. طبعا المدنيين بيدفعوا ثمن ذلك. يعني الآن حركت أجهزة الأمن عصابات من داخل السويداء على أهالي السويداء من البدو، ثم تحركت عصابات من البدو على أهالي السويداء في مناطق أخرى. أيضا كون حاولون بعض الأهالي السيطرة على هذا الموضوع بالليل واعتباره بأن هي مشكلة بيننا عصابي وبين جزء من الأهالي كما جرت العادة، ليفاجأ الأهالي اليوم صباحا بوجود جثة أيضا من أهالي المنطقة موجودة على بعد مسافة من تلك الأحداث قرب يسمى سد الروم في السويداء. وهذه رسائل أخرى خاصة بأنه الموسم القادم يوم موسم زراعي، والمناطق التي يحيطها الحي بعدها هي مصادر زراعة أساسية واقتصاد أساسي لأهالي السويداء، لما يسمى ظهر الجبل ويسمى بساتين التفاح وما إلى ذلك، بالإضافة إلى النشاطات الزراعية المجاورة. أعتقد بأننا أمام مرحلة جدا خطيرة أيضا، للملاحظ بأين المشكلة قائمة، الدماء في الشارع، بينما محافظ السويداء هذا الوغد الذي جاء إلى السويداء وجلب عصابته معه الآن هو يهتم بفتح مشاريع وبفتح ندوات ثقافية حول التدفئة وحول الطاقة البديلة وحول الاستثمار في الطاقة البديلة، ولا كدن في شيء بالسويداء. هذا الموضوع، هذه رسائل بأنه الدولة في مكان آخر، الدولة هي في بيوتهم يتفرجون على الأهالي يتقاتلون وهم يعني يشربون القهوة، يرون الدماء في الشارع ويتغنون بها. هذه العصابة على الأهالي الانتباه بأن خصمهم بدو ودروز وكل أهالي السويداء من كافة الطوائف، ونأسف أننا نتكلم بهذه اللغة لكن أرادها النظام كذلك، وأعتقد بأن السويداء ستكون أوعى من ذلك بكل من يقطن بها من أهالي. الآن الفتنة قوية، الفتنة كبيرة، الفتنة تمتد هنالك في شرق المحافظة، سلط جزء من عصابات أيضا تابعة للأمن وهي تابعة للبدو في السويداء. شكراً. للتسلط على أهالي المدنيين في السويداء في قرى مثل قرية ملح أيضا خطف بعض الشباب من هنالك استكمال لهذه المسألة التي جرت في المدينة. أيضا في غرب السويداء تم إطلاق النار على بيوت أهالي السويداء لبعض القرى الحدودية مع محافظة الدرعة أو بعض المناطق التي
التي يحدها بعض عشائر البدو. أيضا هي رسائل أخرى، أيضا رسائل أخرى بأنه العشائر الموجودة في حي المقوس في السويداء رحلت النساء منذ الصباح، وانتشرت انتشر المسلحون على أسطح المنازل وفي الحارات يتجهزون لشيء ما. هذا الشيء ما نأمل من الأهالي جميعهم أن يسيطروا عليه، الوضع جدا خطير. نأمل أيضا من العشائر في المملكة العربية الأردنية، في العشائر العربية كلها التدخل لوضع حد لهذه الإشكالية. يعني المنطقة محافظة سوداء منطقة محاصرة، لا يوجد فيها لا دول تدعمها، لا معابر حدودية. سيد حافظ معتذر لضيق الوقت، يجب قطع ونكتفي بهذا القدر من المعلومات. السيد حافظ قرقوط الكاتب الصحفي كنت معنا من السويد، شكرا لك. شكرا. تعقد اللجنة الدستورية السورية يوم غد الاثنين جولتها الثامنة في جنيف تحت رعاية مبعوث الأمم المتحدة جير بيدرسون بمشاركة وفدي النظام والمعارضة. الجولة التي تستمر 5 أيام تتزامن مع انعقاد مشاورات مغلقة لمجلس الأمن بشأن الوضع السياسي في سوريا وقضايا أخرى. وسيقدم المبعوث الأممي إحاطة لمجلس الأمن عن نتائج المباحثات الجارية في جنيف، بالإضافة لإحاطة عن زيارته لدمشق ولقائه مع المعارضة التي اختارت بدر جاموس مرشحا من قبل الائتلاف الوطني لرئاسة هيئة التفاوض السورية خلفا لأنس العبدة. بررت شركة الشمال للطاقة الكهربائية العاملة في مدينة مارع بريف حلب الشمالي في بيان لها أسباب انقطاع التيار الكهربائي ورفع الأسعار لاحقا في المنطقة بخمسة أسباب مؤثرة. ووفق البيان فإن الأسباب تنحصر بارتفاع أسعار الطاقة الكهربائية من المصدر مع عدم قدرة الشركة على تسديد الفروقات وتحديد سعر الشريحة المنزلية ب2.5 ليرة تركية لم يعد كافيا لتغطية التكلفة وعدم توفر الدعم لقطاع الكهرباء. وأضاف البيان أن التحصيل اليومي والأسبوعي غير كاف لتغطية قيمة الكمية المطلوبة، بالإضافة إلى أن استغناء أغلب الشركات الخاصة عن تشغيل الكهرباء واستعمال المولدات أو الطاقة الشمسية بدلا عنها سبب عجزا ماليا إضافيا للشركة. بعد استقرار المنطقة لوحظ ازدهار النشاط الصناعي والاقتصادي في الشمال السوري المحرر، وذلك بانتشار المعامل ومنها معمل لإنتاج المسامير والأسلاك الشائكة والشبكات الحديدية في مدينة جرابلس شرق حلب وتصديرها إلى الداخل السوري ودول الجوار. التقرير والتفاصيل. مشروع جديد والأول من نوعه بحسب القائمين عليه، معمل لإنتاج المسامير والأسلاك الشائكة والشبكات الحديدية في مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي، يوزع إنتاجه في مدن الشمال السوري المحرر وأيضا يصدره إلى دول الجوار. تم إنشاء مصنع الفاخر في الشمال السوري لخدمة المنطقة الشمالية، ويعتبر هذا المعمل الأول من نوعه في الشمال السوري. بالنسبة لمنتجات مصنعنا هي مسامير أنجارة، شبك البونتز أو المربع، أسلاك الأكسجين، الشبك الزراعي وكافة أنواع الأسلاك. أكثر من 20 عاملا يعملون هنا بطاقة إنتاجية للمعمل تصل إلى 100 طن شهريا، معتمدين على أنفسهم في حل المشاكل التي ربما تواجه هذه الآلات. أما المواد الأولية فإن المعمل يستوردها من تركيا عن طريق معبر جرابلس الحدودي في ريف حلب الشرقي. هون نحن نشتغل بالمعمل الفاخر المسامير والشبك والتيل. هون الدوام من الساعة نشتغل حاليا من 8 إلى 6، ما عدا الدوام المسائي، في دوام مسائي للشباب. هون الأمور مرتاحين الحمد لله بالعمل، وبتمنى المعمل يتوسع وتكثر جهد العاملة ويكون في فائدة للبلد، لمدينة جرابلس الريف الشمالي. فائدة كبيرة تعود بها هذه المشاريع الصناعية، فهي تحقق الاكتفاء الذاتي من المواد التي تنتجها وتساهم في تشغيل اليد العاملة
في ظل قلة فرص العمل بالشمال السوري المحرر. تتعدد الصناعات هنا في الشمال السوري المحرر في سبيل النهوض بالواقع الاقتصادي للمنطقة وسط مطالبات من التجار بضرورة إيجاد تسهيلات لهم تساعدهم على الاستثمار هنا. بدر كجا، قناة حلب اليوم، مدينة جرابلس. وصلنا إلى نهاية النشرة. لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقعنا الإلكتروني حلب today.net. إلى اللقاء.